بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في دورتنا من دورة فيجوال بيزك 2012 و2010 تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. هناخد درسنا النهاردة يا إخوانا إن شاء الله المتغيرات وكيفية الإعلان عن المتغيرات. أخدنا مقدمة عن المتغيرات عبارة عن درسين كانوا مهمين بحيث ان احنا نقدر نكون عندنا خلفية من المعلومات اللي تبين لنا وتوضح لنا يعني ايه المتغيرات، لان احنا لما نيجي نتعامل مع البرنامج وبكرر وبقول لازم نستخدم متغيرات لازم. طيب تعال نفتح بسرعة 2012 و2010 ده كده 2010 وده 2012 تمام. لاحظ بقى هنا ظهر في الريسنت الايه ماي فيرست ابلكيشن بروجكتس، وهتلاقي برضو ظهر هنا فين هنا. تعال نفتح ده ونفتح ده وتعالى نعلن ونشوف ازاي بستخدم، او طبعا ده مش موجود في مكانه خلاص، هنعمل واحد جديد هنقول له variables نوع كونسول طبعا وفيجوال كونسول 4.5 تمام. وهنا تعالى نمسح كل دول ونخلي فقط المين، او نعمل مشروع جديد افضل اهو variables. طيب 2010 تمام كده. طيب تعالى في 2012 ونشوف كيفية الإعلان عن المتغيرات. الإعلان عن المتغير أو المتغيرات بتتم على مرحلتين. الأول أول مرحلة مرحلة الإعلان Declaration. Declaration إحنا الفصل بتاعنا ده أصلا عنوانه إيه؟ عنوانه بيقول لك Handling Data، إن أنت تعمل Handling للداتا، اللي انت تدخل بيانات للايه للكمبيوتر، تدخل البيانات الداتا. طيب هاندلنج الداتا بيمر بمرحلتين. اول خلي بالك انا بستلم الكومنت بقى اهو، اول مرحله اسمها ديكليريشن. الديكليريشن تاني مرحله وهي مرحله الاساينمنت. الاساين ايه الاساينمنت؟ ايه ده كل ده في المتغير؟ اه بسهوله جدا. الهاندلنج ده بينقسم لمرحلتين، مرحله الديكليريشن ومرحله الاساينمنت. ايه هي بقى مرحله الديكليريشن؟ مرحله الديكليريشن ان انت بتحجز مكان في الذاكره. بتعمل ايه؟ بتحجز مكان في الذاكره باسم المتغير. بتتم ازاي؟ تعال اهو ونشوف بتتم ازاي. بتتم اهو 26 خليها كده 26 كده ايوه. بيتم هنقول الاعلان عن المتغير بتتم بمرحلة ديم ثم اسم المتغير ثم كلمة as ثم نوع المتغير. ايه ده ايه ده؟ ما احنا مش فاهم. كلمة dim كلمة keyword وكلمة as كلمة keyword. يعني ايه dim كلمة keyword؟ يعني ايه keyword؟ كلمة keyword يعني محجوزة. زي ايه؟ زي ده. يعني هتبقى كلمة زرقاء؟ هتبقى كلمة زرقاء. كلمة أي كلمة زرقاء اسمها كيورد محجوزة للبرنامج. زي اتفقنا اللي احنا إذا رقم الإسعاف والكلام ده ما ينفعش أي حد رقمه، يبقى رقم إسعاف رقم طوارئ رقم أي رقم.
اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى انت بتقول them ثم as، تمام؟ دول كلمة، دي كلمة باللون الازرق، وآس كلمة برضو باللون الازرق. دول خلي بالك كي وورد، الاتنين كي وورد، كلمة معجوزين، تمام؟ لازم يتكتبوا. اسم المتغير عائد اليك بس بشروط. اسم المتغير بيعود اليك بس بشروط. ازاي؟ يعني انت ممكن تسمي اسم متغير باي اسم بس بشروط معينة هنتكلم عنها ان شاء الله. ثم نوع المتغير، ايه بقى نوع المتغير ده؟ لخبطتنا. الداتا تايبس، انواع الداتا، انواع المتغيرات، ده هيبقى لها درس. هناخد النهاردة نوع واحد فقط اخدناه قبل كده اسمه string. اسمه ايه يا اخوانا؟ string، النص اللي هو من الاخر، من الاخر بيبقى اوله double quotation واخره double quotation، واخره ايه يا اخوانا؟ double quotation. ده اسمه string، يعني نص. فاكر لما جيت هنا في المثال وقلت لك console.writeline، وجيت هنا قلت لك كده، فاكر لما قلت لك مثلا هالو، صح؟ صح، لما قلت لك هالو وورلد، فاكر ده من اوله دبل كوتيشن لنهايه الدبل كوتيشن، ده اسمه دبل كوتيشن. الاثنين دول ده اسمه سترينج، نص. ده اسمه ايه يا اخوانا؟ نص. ده داتا تايب، نوع من البيانات، من الانواع اللي عندنا، عندنا انواع كتيره نتعرف عليهم، تمام؟ اول ما الفيجوال بيزك يشوف النوع ده، اسف الجمله دي، تلقائي بيحجز لك مكان في الذاكره، بيحجز لك ايه؟ مكان في الذاكره اهو، الذاكره اهي، اول ما بيشوف السطر ده خلاص يحجز لك مكان اهو، حجز لك هو مكان. وليكن انت تسمي اسم المتغير اكس، يبقى هنا اسم المتغير اكس. طيب تعالى نعمل بقى ايه؟ ها نعرف بقى بالديم، هقول له ديم الاكس از سترينج. انا اشتغل دلوقتي نوع سترينج بس، يبقى انا كده عرفت متغير اسمه الاكس نوع سترينج. اسمه يا اخوانا الاكس نوع سترينج، يبقى خلي بالك حجز الاكس نوع ايه؟ سترينج بس، خلاص حجزه. قيمته ايه؟ معرفش، انت حجزت بس ما ادتليش القيمه. وصلت؟ طيب دي المرحله دي اسمها، كل ده اسمه الديكليريشن، الاعلان عن المتغير. تعال نشوف البرنامج بيستقبلها ازاي. تعال نجيب ده، ايوه الديكليريشن اهو. خلي بالك بيتم ازاي، ديم اهو، لاحظ كلمه زرقاء، اسم المتغير بتاعك بس بشروط. فاكر الشروط اللي قلناها عليها في تسميه الصب وتسميه الموديول؟ هيتقال على المتغير بس ايه، هنقولهم تاني ان شاء الله في الدرس القادم، او في درس قادم، خلاص. طيب هقول له ديم الاكس، ها لاحظ ايه ده، ايه ده، ده جاب لي كلمه از لوحده، يعني مش شرط تكتب از، ده انت تضغط تاب فقط بيجيبها لك. ان شاء الله هيكون لنا درس مع سهوله الكتاب على الفيجوال، سهوله الكتاب انت تكتب بسرعه، تمام. لاحظ اول ما اعمل مسافه بيجيب لي انواع كتير من الداتا تايبس. هقول له لاحظ اس تي ار، لاحظ واقف على سترينج، ها بس اضغط على تاب، تاب اللي هو الزرار اللي بعد سكيب، لا اللي تحته، تمام. طيب بس خلاص انت كده حجزت مكان في الذاكره اسمه اكس. لاحظ خلي بالك بقى، هتلاقي تحت الاكس خط لونه اخضر بيقول لك ايه، انت اعلنت عن الاكس بس ما استخدمتوش. هو انت بتحجز مكان في الذاكره ليه؟ مش عشان تستخدمه؟ فانت سيبك من العلامه دي، يعني مش خطره، الاحمر والازرق خطر، او هنشوف دلوقتي على حسب كل نوع. طيب يبقى انت عندك ديم اكس اس سترينج، الاسم ده بتاعك، اعمل فيه اللي انت عايزه. ده اختيارك من حاجات محدوده، استخلي بالك في عندك انواع من المتغيرات، في حاجه اسمها بيلت ان اللي جايه مع البرنامج، في انواع جايه مع البرنامج، وانت ممكن، وفي انواع انت ممكن تعملها انت،
في انواع انت ممكن تعملها ايه يا اخوانا؟ تعملها انت، والله انا عايز اعمل نوع دضرب جديد، ما تعمل اهلا وسهلا تعالى، لكن في انواع جاهزه البرنامج حاططها لك. في مشكله لحد دلوقتي؟ لا. طيب جميل ما شاء الله، يبقى انا كده قلت له دم عشان احجز اي متغير. طيب تعال احجز متغير لاسمك اهو دم. ايه ده يا عم، انت كتبته سمول وهو كابتل. لا عادي، لو عملت مسافه خلاص جابها لك. تمام. طيب هقول له الواي از سترينج، بس خلاص حجزت متغير تاني في الذاكره اسمه الواي، ها نوعه سترينج. نوعه يا اخوانا سترينج. جميل احسنت. طيب ما ينفعش اقول له دم الاكس از سترينج يقول لك ايه ده، لاحظ ما بقاش اخضر بقى، بقت لون ازرق. يقول لك لا استناني، انت اساسا عندك متغير في المجال ده في المكان ده اسمه الاكس. ما ينفعش، انت ممكن تستخدم الاكس اه، لكن ما تعلنش عنها تاني، انت اصلا حاجز مكان في المجال ده اسمه الاكس، امسح. يبقى كده خطا. ما ينفعش قاعده بقى اهي، ما ينفعش تعلن عن متغيرين بنفس الاسم في سكوب واحد. ايه هو السكوب واحد؟ المين. انا دلوقتي موجود في مصلحه الضرايب اهو، المين اللي اسمه صب، صب اللي اسمه مين اوله واخره. ما ينفعش اعلن عن حاجه هنا ايه بنفس الاسم. لاحظ لو انا عندي صب تاني اهو، انا خدتها كابي، لو عندي صب تاني تعالى كده امسح السطر ده دلوقتي، لو انا عندي صب تاني اهو اقول له صب علي اهو، مفيش اي مشكله خالص، هيجي لك اخضر يقول لك انت اعلنت عن اكس بس ايه مفيش. لكن لو حطيت السطر ده هنا يقول لك لا، هنا هيبقى ازرق هنا اخضر عشان ما استخدمتوش، انا ماليش دعوه، هنا اصلا مش معترض عليك في حاجه، لكن هنا معترض يقول لك ما ينفعش. ليه؟ ده السكوب بتاعه زي ما هنتكلم بعد كده ان شاء الله، وده السكوب بتاعه المجال بتاعه. تمام. طيب اهو امسح ده. يبقى خلي بالك ما ينفعش تعرف متغيرين بنفس الاسم في سكوب واحد، قاعده اكتبها اركن على جنب بقى خلاص. طيب اللي بعده، يبقى انت كده بفضل الله عرفت ازاي تعرف حجزت مكان في الذاكره. طيب خلي بالك عمليه الديكليريشن ليها اكتر من شكل. ده الشكل الاول، بتقول له dim x as string، شلت الدم خطا، شلت الاز خطا، يعني اي واحد فيهم يتشال ما ينفعش، لازم يكونوا الاربعه موجودين. كلمه دم كيورد كلمه ثابته، اكس اسف مش اكس، اسم المتغير بشروط معينه هقول لك عليها ان شاء الله، كلمه از كلمه ثابته، سترينج او النوع، اسف النوع مش سترينج، النوع ده بيجي لك من شويه حاجات موجوده. تمام، مش هتبتكر من عندك الا لما تعمل نوعه بعد كده ان شاء الله هنبقى نعمله احنا. خلاص. طيب بقى احنا كده ده الشكل الاول. طيب خلي بالك بقى، هو ممكن اقول له دم الاكس و الواي از سترينج، مفيش اي مشكله خالص، بس خلي بالك هيطلع فيه خطا. تعالى نعمل ده كومنت وكومنت، يعني ملغيين ملناش دعوه بيهم. معلش عارف يعني كومنت؟ شوف الدرس بتاع الكومنت تقريبا الدرس قبل اللي فات. ايه ده ايه ده، هو ينفع ان انا اعلن عليهم في سطر واحد؟ ينفع وايه يعني، انت مش هما الاثنين عايز تعلن عنهم في نفس السطر؟ ماشي، عايز تعلن كل واحد بنوع؟ ماشي اهلا وسهلا. ايه ده، ايه انت 16 ده؟ ده نوع هكلمك عنه فيما بعد ان شاء الله، مش عايز انت 16، انا عايز انت بس. ايوه انت، عشان يبقى لون ازرق برضه، عشان بعد كده اقول لك ايه الفرق بين الازرق والاخضر. ايه ده ايه ده، ده نوع تاني، رقم هنتكلم عنه فيما بعد، بس خليك فاكر اللي هو نوع تاني. يبقى خلي بالك هنا لما احجز الدم اكس او دم اي اسم ممكن عندك اكتر من طريقه. دي الطريقه الاولى، دي الطريقه الثالثه، الطريقه الثانيه اهو، هقول له دم الاكس والواي از سترينج لو هما من نوع واحد. تمام كده هعمل كومنت. ده النوع الثالث، الاكس هيبقى نوع والواي هيبقى نوع تاني. خلي بالك عندك كده ثلاث اشكال اهم.
الشكل الأول أهو، ده الشكل الأول، ده الشكل الثاني، ده الشكل الثالث. ملخص الموضوع إن علشان تحجز مكان في الذاكرة أو تعلن عن متغير عشان تستخدمه، خلي بالك لما تيجي تعلن عنه ممكن بقى تقول له اكس، لاحظ أول ما تقول اكس يقول لك اكس موجود، طب والواي؟ هتلاقي الواي موجود. ليه؟ لأن ده متغير أهو، ده متغير، تمام؟ طيب ما تعلنش عنهم باستخدام كومنت، ما لحد دلوقتي كل ده كومنت ما اعلنش عنه، تيجي تقول له اكس مفيش اكس، مفيش اكس لوحده، تيجي تقول له واي مفيش. فاكر القاعدة اللي قلت لك ما ينفعش تستخدم متغير قبل ما تعلن عنه؟ أهو أعلنت عن الواي، تيجي تقول له واي ظهر لك الواي. وصلت؟ ها تمام يا إخوانا؟ طيب تمام. يبقى كلمة ديم ثم اسم المتغير ثم كلمة از ثم نوع المتغير، عندك ثلاث أنواع أو ثلاث إيه أشكال من الديكليريشن. الشكل الأول وهو بتقول له ديم ثم اسم المتغير ثم از النوع، لو انت عندك متغيرين او اكتر ممكن تقول هنا ايه اهو الزد الزد والايه والبي، كل ده اهو. مش هقول لك لا، على فكره كتير الاخضر ده بيقول لك انت ما استخدمتوش مش اكتر، تمام. وهنا برضو نفس الفكره، تستخدم كتير برضو، تمام، تستخدم كتير ومن نفس النوع، تقول له واحد مثلا هات نوعه كذا والتالت نوعه دبل والتالت نوعه مش عارف ايه، انت 16 وهنا انت 32 وهنا مش عارف لونج والكلام ده. دي كل دي انواع عرفتها منين؟ عشان ليا خبره سابقه. هيبقى لك نفس الخبره ان شاء الله، متقلقش، تمام يا اخوانا. يبقى خلي بالك هنا انت عندك اكتر من ايه، اكتر من شكل. طيب احنا دلوقتي عملنا الايه الديكليريشن، اعلنا عنه، هياخد قيمه فين؟ هياخد قيمه هنا بقى، هياخد قيمه فين اهو، تعال عشان نفصل. تمام يا اخوانا، يبقى كده بفضل الله خدنا الديكليريشن، وان شاء الله الدرس القادم، تمام، انا كنت لسه اهو عشان برضو ما نطولش، ان شاء الله الدرس القادم ازاي هنعمل اساينمنت نديله القيمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.